أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية الخاصة بلبنان والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، وما نتج عنها من تأكيد على أهمية تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاطلاع بمسؤولياتها ذات الصلة. وخلال استقباله جان إيف لودوريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، نوه وزير الخارجية بأهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان. كما أضاف المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد تقدير مصر بأن الحل الأمني فقط لمشكلات المنطقة يعتبر تصورا قاصرا، إذ لا بد من حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.